هقرا وكل واحد هياخد له دور في القراءه، تمام؟ تمام. المدرسه كلها تحدثت عن نور عندما حصلت في ماده الجغرافيا على درجه ضعيفه. المديره لم تصدق هذا، فنور تلميذه مجتهده وفازت في العام الماضي بكأس التفوق، فكيف حدث هذا؟ قالت معلمة الجغرافيا: ربما كانت نور تعاني مشكلة ما، لهذا يجب علينا أن نمد لها يد المساعدة حتى لا يضيع مستقبلها. تمام؟ تمام. يلا يا رهف اقري. رهف ما جاتش. ما دخلتش، ده دخلت نضيفه. خرج تاني، احنا كنا 5. طيب يبقى هنا نشوف معنى تعاني تقاسي يد الجمع أيدي وأيادي. تمام، السلام عليكم. يلا يا رهف كده اقري لو سمحتي. وعليكم السلام. ها أول حاجة، المدرسة كلها تحدثت عن نور عندما حصلت في مادة الجغرافيا على درجة ضعيفة. المديرة لم تصدق هذا، فنور تلميذة مجتهدة وفازت في العام الماضي بكأس التفوق، فكيف حدث هذا؟ قالت معلمة الجغرافيا: ربما كانت نور تعاني مشكلة ما، لهذا يجب علينا أن نمد لها يد العون لا مد لها يد المساعدة حتى لا يضيع مستقبلها. تمام. سؤال: لماذا تحدثت المدرسة كلها عن نور؟ ليه؟ مين؟ ها اللي هيرفع ايده نشوف كده رفعت مين. ايه لسه رفعة؟ اول واحدة رهف، يلا قولي يا رهف. ها لأنها فازت في العام الماضي بكأس التفوق. هي تحدثت عن نور ليه؟ لأنها حصلت في الجغرافيا على درجة ضعيفة، تمام، لأنها حصلت في مادة الجغرافيا على درجة على ضعيفة. درجة ضعيفة. تمام، قالت معلمة الجغرافيا: لقد كان، بيقول لها يمكن تكون عندها مشكلة في المادة واحنا لازم نساعدها. قالت ردت بقى وقالت معلمة الجغرافيا: لقد كان السؤال الوحيد في الامتحان هو ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي. يعني هو كان الامتحان عبارة عن سؤال واحد، ان هي ترسم خريطة الوطن العربي وتعين حدود، تعمل حدود الدول العربية. ولا عجيب ان نور رسمت الحدود الخارجية، او زي الرسمة دي كده، الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية، ما عملتش بقى الايه، الحدود الداخلية بتاعتنا بين الاقطار العربية. ثم سألت معلمة الجغرافيا نور: هل كانت هناك ظروف منعتك من استذكار دروس الجغرافيا؟ انت كان عندك ظروف خلتك ما تعرفيش تذاكري درس الجغرافيا يا نور؟ قالت نور: لا، لم تمنعني اي ظروف، وقد ذاكرت دروسي جيدا، انا مش حاجه منعتني وذاكرت دروسي كويس. يلا يا مريم اقري. تمام. قالت معلمة الجغرافيا: لقد كان السؤال الوحيد في الامتحان هو ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي. والعجيب أن نور رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. ثم سألت معلمة الجغرافيا نور: هل كانت هناك ظروف منعتك من استذكار دروس الجغرافيا؟ قالت نور: لا، لم تمنعني أي ظروف، وقد ذاكرت دروسي جيدا. تمام، طيب كيف أخبرت، أجابت نور عن السؤال الذي جاء في الامتحان؟ مين هيقول؟ أنا أعرف أول واحد. انا رفعت الاول والله، انا وبعدين انت نزلتها وبعدين انا رفعت. أنا أول واحد. لا مش أنا، مهم، وانا ما لحقتش ارفع اصلا. أنا لسه برفع، لقيت هموم رفع اصلا. طيب هنشوف كده. ورهب يبقى فارس ماشي، يلا ها. وعليك. بتشوف ازاي يا ميس؟ نعم، بتشوف ازاي؟
يعني ايه بشوف ازاي؟ من تحت يعني انا تعرفي تقولي مين اللي اعرف رفع على ده. حسب الترتيب اللي رافعه ايه. قالت نور لا لم تمنعني اي ظروف وقد ذكرت بقول الظروف. كيف اجابت نور عن السؤال الذي جاء في الامتحان. ما شفت الامتحان. ماشي مس نعم عايزه اجاوب. مش اسال. اي لكن لم ترسم الحدود، رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق، ولكن لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. بس تمام. ايوه خلاص اهو يا مات كده. طيب نشوف بقى الفقره اللي بعديها. المعاني دي حفظ. كل المعاني دي حفظ. يلا لحظه كده يا ولادي. وهنا سألتها المديرة: إذا لماذا لم تجيبي عن السؤال بطريقة صحيحة يا نور؟ قالت نور إجابتي صحيحة. دهشت المعلمة وقالت: وكيف تكونين على صواب وأنت لم ترسمي الحدود بين الأقطار العربية؟ إزاي أنت صح وأنت ما عملتيش الحدود اللي ما بين الأقطار العربية؟ عشان مش عايزة الحدود تكون ما بين البلاد العربية، عشان البلاد العربية تكون كلها. أيوة قالت نور بحزن: وهل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون صوابا؟ أنا أستطيع الآن رسم هذه الحدود أمامك. وتناولت ورقة ورسمت عليها الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. أنا أعرف أرسم كويس أوي دلوقتي حالا قدامي، كان أنا مش عارفة ولا حاجة. تمام؟ طيب نشوف هنا معاني الكلمات. تمام. ها، ظروف، أحوال وأوضاع، منعتك، حرمتك، والمضاد سمحت لك، استذكار، فهم وحفظ، دهشت، تعجبت وتحيرت، تعتقدين، تتيقنين وتتأكدين، والمضاد تتشككين، تناولت، أخذت، والمضاد تركت، تخيلت، تصورت، حرية، المضاد جمع قيد والجمع حرية. تمام يلا بقى نقرا القطعة دي. معلش الأول، ها اللي عليه الدور فارس. أنا thank you miss. وهنا سألتها المديرة إذا لماذا لم تجيب عن السؤال بطريقة صحيحة يا نور؟ قالت نور إجابتي صحيحة. دهشت المعلمة وقالت وكيف تكونين على صواب أنت لم ترسم الحدود بين الأقطار العربية؟ قالت نور بحزن هل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون صوابا؟ أنا أستطيع الآن رسم هذه الحدود أمامك. وتناولت ورقة ورسمت عليها الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. تمام. يبقى هنا كيف برهنت نور على معرفتها الإجابة؟ أنت جاوبت يا رهف وفارس جاوب. هندي فرصة، أنا يمس يمس بقى يمس هندي بقى فرصة لمريم بس. ها يس. كيف برهنت نور على معرفتها الإجابة؟ تناولت ورقة ورسمت عليها الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. تمام. هنا فكرت المعلمة في كلام نور وتخيلت كده الوطن العربي الكبير وهو بلا حدود بين أقطاره، وتخيلت الإنسان العربي وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية. تخيلوا كده بقى معانا يا أولاد كده إن الوطن العربي مفيش، يعني بصي تخيلوا كده احنا مع بعض كده قاعدين مع بعض، يعني اجي لك عمان يا فارس زي ما اكون رايحه اسكندريه. تمام؟
او اروح عند مين تاني اللي قاعد في دولة عربية؟ رهف في تركيا. كلنا يا مس، لا انا عارف رهف في تركيا، يا مس لكن مريم كلنا وعبد الله لازم قاعدين فين؟ في السعودية ولا فين؟ كويت. هي بلد عربية على فكرة، تركيا بلد عربية مسلمة. أنا مسلمة بس مش شرط تكون عربية، وأنا مش عايزة أروح ماشي، فيها. مش عربية فالدولة دي بس، بس يعني بيتكلم. انت في تركيا؟ اقول لك كلمة شوفك عارفاها بالتركي ولا لا. زوس نعم يعني ايه بالزوس بالتركي؟ صوص يعني يسكت، صح. طب بس صوي ما اعرفش صوص، حاجة تاني. صوي صوص. لا ما اعرفش، ما اعرفش اللغة اصلا. ما بتفرج على مسلسل تركي فعارف بعض الكلمات. صوي صوص يعني عدم الأصل. قطعنا الدرس ولا ايه؟ معرفش. طيب يبقى تخيلوا بقى كده ان احنا برضو في الكويت كده، اجي لك بقطر يا عبد الله انت ومريم، تمام؟ هتبقى دي تمام. اجمل بكتير، تمام؟ طيب، وهنا ادركت المعلمة ان نور لم ترسم حدودا بين الاقطار العربية، ليس لأنها لم تكن تعرف كيف ترسمها، ولكن لأنها تتمنى أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن العربي، تتمنى أن ما يكونش في فواصل ما بين أجزاء الوطن العربي، أنا ويصبح أتمنى الدول ما يكونش في العربية فواصل أمة أصلا ما بين العالم عربية كله. واحدة. وانتهت المعلمة من التفكير ونظرت إلى نور وقالت لها: أنت على حق. تمام؟ تمام. تمام. يلا بينا. اقرا كده يا عبد الله. فكرت المعلمة في كلام نور وتخيلت الوطن العربي الكبير وهو بلا حدود بين أقطارها أقطار، وتخيلت الإنسان العربي وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية. وهنا أدركت المعلمة أن نور لم ترسم حدود بين الأقطار العربية، ليس لأنها لم تكن تعرف كيف ترسمها، ولكن لأنها تتمنى أن تزول الحدود وبين أجزاء الوطن العربي، وتصبح الدول العربية أمة عربية واحدة. وانتهت المعلمة من التفكير ونظرت إلى نور وقالت لها: أنت على حق. تمام. طب نقول هنا بقى كده معاني الكلمات: أدركت، فهمت، وعرفت، والمضاد جهلت، تزول، تمحى وتختفي، والمضاد تبقى، انتهت، خلصت ووصلت إلى النهاية، والمضاد ابتدأت، تتمنى، تأمل، أمة جميعا، جماعة من الناس، والجمع أمم. سؤال هنا. لما الميس تقول السؤال، يلا 1 2 3. ماذا تخيلت معلمة الجغرافيا بعدما فكرت في كلامه؟ الدور على عبد الله اصلا من غير ما حد يرفع. ايه ده؟ ايوه انها خلاص المرة الجاية تيجي على وشي. انحياز. ايوه عشان هو مش كل مره بقى بيرفعوا ايديه، هو ما يلحقش يعني. طب خلاص المرة الجاية انا بقيت انتوا ماشيين بالدور بقى في السؤال الجاي ده. تمام. يلا لا ضل. ماذا أدركت معلمة الجغرافيا بعد حديثها مع نور؟ أدركت المعلمة أن نور لم ترسم حدود بين الأقطار العربية، ليس لأنها لم تكن تعرف كيف ترسمها، ولكن لأنها تتمنى أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن العربي. تمام. السؤال الثاني: ماذا أدركت معلمة الجغرافيا؟ ما ده اللي أنت جاوبته، لكن أنا بقول ماذا تخيلت معلمة الجغرافيا؟ ماذا تخيلت؟ أن الدول لا هو جاوب العربية. خلاص. أعلم والله ما كنت أعرف. طيب خلاص.
اي يلا. ماذا تخيلت معلمة ايه الجغرافيا تخيلي بعدما، هتجاوب؟ استنى انا هقول فارس ده. يلا. تمام يا مس، ها أنا نور لم ترسم حدود بين الأقطار العربية، ليس لأنها لم تكن تعرف كيف ترسم. لا التاني اللي هو ماذا تخيلت. ماشي تمام. قلت ماذا زي تخيلت معلمة الجغرافيا بعدما فكرت في كلام نورة؟ تخيلت الإنسان العربي وهو ينتقل بحرية بين الأقطار العربية. تمام. أنا بقى الدور عليا أقرأ. يلا اقروا بقى، كل اقري كده اول ده اسئله يا رهف. ها لماذا تحدثت المدرسة كلها عن نور؟ لأنها حصلت على درجة ضعيفة في الجغرافيا. لماذا لم تصدق المديرة من حدث لنور؟ لأن نور تلميذة مجتهدة وقد فازت بكأس التفوق في العام الماضي. كيف فسرت معلمة الجغرافيا ما حدث لنور وماذا اقترحت؟ رأت أن نور ربما تعاني من مشكلة ما واقترحت تقديم المساعدة إليها حتى لا يضيع مستقبلها. تمام. يلا يا مريم خدي كمان 3 أسئلة. السؤال الوحيد الذي جاء في امتحان الجغرافيا كان السؤال الوحيد: ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي. كيف أجابت نور على السؤال الذي جاء في الامتحان؟ رسمت نور حدود لخارجي الوطن العربي بشكل دقيق، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. لماذا لم ترسم نور حدود بين الأقطار العربية؟ لأنها رأت أن وجود هذه الحدود بين الأقطار العربية أمرا غير صحيح. تمام. يلا يا فارس، لا يا عبد الله، يلا يا عبد الله اخذ 3 أسئلة. ما السؤال الوحيد الذي جاء في امتحان الجغرافيا؟ كان السؤال الوحيد: ارسم خريطة الوطن العربي وعين عليه حدود كل قطر عربي. كيف أجابت نور عن السؤال الذي جاء لا في ده الامتحان؟ أنا قرأت. ما كيف برهان أمس نعم، كيف برهان برهنت نور على معرفتها للإجابة؟ تناولت ورقة ورسمت عليها الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. ماذا تخيلت معلمة الجغرافيا بعدما فكرت في كلام نور؟ تخيلت أن الوطن العربي بلا حدود بين أقطار، وتخيلت الإنسان العريق يتنقل بحرية بين الأقطار العربية. ماذا أدركت معلمة الجغرافيا بعد حديثها مع نور؟ أدركت المعلمة أن نور لم ترسم حدود بين الدول العربية ليس لأنها لم تكن تعرف كيف ترسمها، ولكن لأنها تتمنى أن تزول هذه الحدود بين أجزاء الوطن العربي وتصبح الدول العربية أمة واحدة. تمام. للأسف ما جالش السؤال. يلا بينا مع بعض نحل مع بعض كتير متعدد. ها يلا يا فارس. ماشي. لم تجب نور عن سؤال الامتحان بسبب أمنيتها أن تزول الحدود بين الأقطار العربية. تمام. يلا يا رهب. تحدثت المدرسة كلها عن نور لأنها لأنها حصلت على درجة ضعيفة في الجغرافيا. تمام. يلا يا مريم. لم تصدق المديرة ما حدث النور لأن نور تلميذة مجتهدة ومتفوقة. تمام. يلا يا عبد الله. بعد أن فكرت المعلمة في كلام نور، أمرتها بعد تكرار بعدما أمرتها بعدما تكرر ذلك. لا اقتنعت بكلامها. اقتنعت. تمام. فارس الدليل على معرفة نور الإجابة لإجابة سؤال امتحان الجغرافيا إيه؟ الاعتزاز بروبتين.
ده كان المفروض السؤال بتاعنا. هو انت اللي عليك الدور مش هو رقم اللي 6، هو جاب رقم 6، المفروض السؤال في طب رقم تمام 5. جاوبي لك 5. تمام، أدلني على معرفة نور الإجابة لسؤال امتحان الجغرافيا، رسمها للحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة أمام معلمتي. تمام خلاص الواجب صفحة 61 تمام و62 تمام تمام مع حفظ معاني الكلمات قشطة. ايه والأسئلة والأسئلة حفظ طبعا. ما حضرتك عن الكلمات بس. لا الأسئلة ومعاني الكلمات و61 و62 واجب. ماشي طيب تمام، باي باي. أي باي، سلام. حاضر، ألف سلام، سلامة. سلام.